عيشك في البداية خليني نبدأك بزوج أسئلة افتتاحية. البداية سألت الكثير من التونسيين وخاصة في مجال الإعلام، لكن الكثير رد بأن قدور يرفض دعوات إلى بلاطوات التلفزيون. نعم، أعطيني السبب، لماذا ولماذا قبلت أن أكون ضيفك في البيت عبر السجان؟ قبل كل شيء أنت أخويا اتصلت بي من مدة سنة، يظهر لي هكا من قبل ما تعدي هايفة معاك في برنامج اللي وقتها كان اسمه الصندوق الأسود، وأنا الوقت هذيك وعدتك ووعد الحر يدين، يعني أنا وعدتك وهي جيت فرصة، قلت لي أنا في تونس خويا وجيتني كما نقولوا احنا بالتونسي على غير رادة، يعني جيتني هكا خليتني مهمش مانيش عارف شنو باش نعمل. مرحبا بيك. وبالنسبه علاش انا ما نحضرش في البرامج خويا، اي من البرامج التونسيه انا حاليا ما عندها ما تضيف لي، فهمت؟ انا كي نحب كي نتعدى في برنامج فما اضافه مش لي انا، اضافه للمتفرج للمتلقي، نحب نضيفه بمعلومه، ما عندي حتى معلومة باش نضيف بها المتفرج. إذا شنو عندي باش نعمل أنا في البرامج التونسية؟ مش حتى البرامج التونسية، أو أي برنامج سواء تونسي أو ماهوش تونسي.